فيك؟ هلا هلا كيف؟ قام كيف الفطور قام؟ فطورة؟ فطور وصل فطور شبه نحطه على الطاولة. أنا متفق وياه يحط الفطور الساعة 12 ونص. أخي الأدب خلي على مزاج هيك يبغى يجي الفطور واستوى وخلص. وين جا؟ هنا هنا قام قام. وين جا؟ وين جا؟ هاليوم مريبي قمت تصير ماني شلون هاليوم كيف هاد؟ وهذا وذي شنو ذا؟ بلاليط؟ يبا انا مرتب وياه الفطور هناك زي محل فطارنا امس يبا ذا الرتبه قوم هذا الفطور يمكن مبلن ايش فيكم انت صحيح نعم 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 شلون مبلن يمكن ايش فيكم جيتوا قعدتوا يمكن حق الجيران انا مرتب وياه الفطورنا هناك في الحديقه بس جيتوا عسى ما اكلت ها لا انا كلت خبزه انا ما اكلت شيء انا كلت بطاطس بس قل لهم انا عبد منهم خدمة الله يهديكم ما تشوفون الجيران امس قاعدين يتعشون هنا ها وحط الفطور طعمه بلان الحين تعال تعال من اللي قال لك ان هذا الفطور لنا ما ادري انا شفت الفطور حطه هنا انا حسيت انه لنا خلاص لنا يبا انت غبي امس احنا وين فطرنا امس فطرنا تحت فطرنا تحت الحديقه ايش معنا اليوم يعني الاحمق ذا قال لنا هو هنا الفطور شو مجرد انا حكيت طويله قسم بالله العظيم انكم تفشلون اللي ما يتفشل يعني بكره فطور منه بنروح ناكل منه يعني كل ما يصير كل مره تشوف لك اكل طاوله يبقى مكان عام ذا مكان عام عندنا جيران وهنا عندنا جيران امشوا بس تحرجونا امشوا عسى ما حد فيكم كال انا قلت لك كان ربع خبزه ربع خبزه وين ما تعتمدني عليه ما ادري انا قعدت من النوم قال لي تعال بس نقعد احنا ندخل في احراجات ويا العالم عادل والله عيب تخيل تخيل ابو ابراهيم ان انا جاي الحين مصور سناب وقاعدين ناكل من فطور العالم وجاي عيالك بفطرون هذا هذا اصول كذا هذا الحراج بعينه وعلم لا شوف انا شفت الحراج الطاوله طويله انا خلاص قلت لين هذي الطاوله طويله انت تروح حتى هاي طاوله طويله لنا اصبر اصبر السلام عليكم كيف الحال شلونك طيب يعطيك العافيه احنا مستاجرين هنا عندكم بس الله يعطيك العافيه بس حبيت اسال الفطور ذا حق مين سبعه ها حق العوائل كوخ سبعه كوخ سبعه العائله اللي جنبنا نعم هذا اللي ساب يا ابوي عزه ترى فشلنا اذا ما يضيعني هذا فايده شو الفايده انزين زعل في فطور لنا احنا مرتبين لنا فطور انتم وين فطورنا بالديوانيه شوف يلا يلا مشينا اصبحنا اصبح الملك اللوب مشاكل يا ابراهيم تعذبهم يا ابراهيم تحيه انت ليش هذا سبع وهذا ست يا جماعه الخير انا بعلمكم شغله هنا كله اكواخ يعني مكان مو لنا تجون تشوفون على طاوله شاي محطوط اكل ولا شيء مو على طول لنا تعال على التريد التريد تبدا عليه اي شيء ريضي قم خلنا نقيم مكان نقوم دقيقة دقيقة ما بتشذي راح دق على الجيران يا يوبا وتعذر منهم قل لهم بالغلط احنا قعدنا على الفطور لا يطقوني يوبا ما يطقونا ما يقول لهم كل من نجيب لهم بداله راح طق عليهم ولا تحرجنا راح ولا ادفع قيمه فطورهم يلا راح راح ترضاوا لهم راح راح ادفع قيمه الفطور ترضاوا راجح راجح خلي يبا كلوا من فطورهم خلنا نتعذر منهم الفطور نعتذر منهم طق طق البيبان عليهم لا لا والله يا مرتضى لا تطق يبا لا تطق خلهم ما يتفاهمون وياهم شو تطق الباب نبوك تدقل انت فشلونا انت اللي فشلتنا انت اللي فشلتنا خلاص خلاص مشينا نروح نفطر نروح نفطر انا اكلم اداره المنتجع يعتذرون منهم يلا 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 ابو يلا يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وين شباب وين شباب وين ايش كم حق الناس الفطور احنا الناس انتوا ناس ايش فيك غلط بالوش ولا هو غلطان ايش قال الرجال اللي يشتغل هنا قال حق الجيران جيرانكم اي جيران شاليه سبعة ايه من هو شاليه سبعة شاليه سبعة احنا شاليه الثاني رقم سبعة يا المدامغة انت انا اشهد على ذلك محمد علي ها انا اشهد على ذلك تشهد ان الشاليه الثاني سبعة ما عندك حرب عندي لا ذا قاعد يقول السبعة لان يقول والله حركاتك ذي هذا اللي تسويه كل مرة
تكذب وانت شايفاني لك مقصر غلادة يعني حركاتك اللي سويت فكري بسكت عليك ها وانت طعتوه يوم انه قال لي كم مبلكم خليتوني انصل زي الفوطة يلا زي الفوطة بس شوف حط اللوم علي انا حط علي اللوم انا عصب مخبك الحين ها بدري احنا كفخك ما تبي ان شاء الله شو لا بدويش وجهك ان شاء الله شو لا بدويش من هذا شفت ريجيو هالوجه اللي عليه متايل لك انا يا بنت زبر هنا مشي حراس لا بدويش خلاص شو تسوي فيا مشي بريجيو قلت يمكن صدق حراج اول مره اسوي مصيبه انا اول مره خلاص حرمه من الفطور وين تحرمني من الفطور تعال ما يعرفون السموحة زين بعد الفطور زين والاعتذار من شيء من الكبار وانا رجال اعتذر منكم واتعهد بان لا انه يستمر على المقال لا تعهد عشانه لا اتوقف عن النكبات حلق جنابي ما حييت هذا اقول لك لا اتوقف لا تتوقف شو يسمونها المغلبة لا خلاص بديش خلاص اتوقع انك ما توقف عن المغلب صح اي خلاص انا بكسر وجهك لا بدويش خلاص اسف خلاص بدويش خلاص اسف خلاص 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 بعد الفطور بعد الفطور بعد الفطور صباني زي تخنعات ان شاء الله بعد الفطور زي تخنعات بعد الفطور خلاص ان شاء الله خلاص عاد خلونا نفطر يا جماعه الخير خلونا نفطر بس يوم واحد نفطر بهدوء والله ما في امل يوم واحد نفطر باستقرار ما في امل قال استقرار قال ليش ما بحالنا حال العالم كله هواش خلونا هادئين مجانين انت شفت استقرار وياك ها عمرك شفت استقرار وياك مريضي لا من اليوم ان شاء الله ما في استقرار وياك يا مريضي انت شيء لدب يعني تر خلاص عاد اتكدر بربارة عاد غد نفطر عاد اسكت اجيب الكف على وجهك نفطر عاد خلونا نفطر ترى والله الحين ترى اقوم الحين تبارك الله ها ابن عالمه فطر صاخ من وجه صاخ اقول شان فيك تبي تتروش طال عمرك هذا النفوره موجود ها ابي لك وشايب الوصليين لا بس النظافه زينه حبيبي حتى انت البسمي اذا تبي تروح تتروش راح تروش حبيبي صحيح من جينا الاثنين ما ادري عن يا اخي تتروش انا توني متروش وانا توني متروش انت متروش يعني زين اذا متروش روحوا له على سناب وقولوا له نعيم اخرجوك انت بس اهم شيء تاكل فلوسي مفتوك بالسلم الراتب دولارات 100 دولار كم 1000 ريال كم قالت لك 75 ريال الهديه تعرف العملات انا ما ادري عنه احسن مني انا ابكي انت من زمان توك تدري ايه يلا بيض الله وجيكم يعطيكم العافيه وسفره دائمه ما قصرتوا وصلنا ما ادري شنو دقيقة انا اعلمك شلون اجهز اكلم ضغط صوتي اعلمك شلون يعني ما في طريق مسك نوم لا نوم في يا حبيبي
صح النوم صح النوم وصلنا قام وانت ما نمسك طريق الا تنام فيه شن شابي قلت صحيك ثاني شيء انا بطاطس اللي شاريها لك ابيك تاكلها لا والله حركاته بدي رجول قام قام ولا تخلون الصبح ها قوموا تقهوا استانسوا ورجعوا ناموا ها خاصة اللي بالجنوب والله هنا انا والشباب اللي حولي كلهم مر على طول نوم الساعة 9 10 10 بالكثير صلون الفجر ما ينامون كلهم صاحين صراحة هي شيء قمت الصبح ذي وانا بحياتي ما خليت قمت الصبح وليدي خلينا ننزل المقطع يا ابن الحلال هذا عشر مرة نعطيه شطر طول عندك هنا بالديج تحت أبا أقول لكم أنا عن الوصفة وكل شوي طالعين لي هذه الله يسلمكم من التين وزيت الزيتون طبعا التين وزيت الزيتون معروفين فوائدهم وأكمل ناقص شغل الموتور ذا يلا خلينا نخلص بس أبا أرسل لكم المقطع الحين وتسمعون الشرح فيه هذاك اللي سمعت صوته والله لو ما عندك زيت زيتون ولا ما عندك شيء تطمر تجيب يحمسك انا من يوم سمعت على طول ارسلت له ولا تقدر تحت اقول لنا تين مجفف جيب زيت زيتون طبعا موجود وحياكم الله بكم وتسمعونها الحين خشونة الركبة طب هل المفصل ممكن يرجع يشتغل طبيعي احسن من الاول والله العظيم اقسم بجلال الله وعزته وجلالته المفصل يرجع يكون تاني حتى لو المريض عنده 90 سنه انا جاني مرضى رجلهم مقوسه وبقالهم 10 12 سنه قاعدين على السرير لما جم عندنا ادينا الحاجات اللي بعيد تاكلها ثلاث حبات تين تقطعها حته صغيره تحطها في ربع معلقه ايه زيت زيتون وتسيبها طول الليل والصبحيه تاكل التين مفيش تين حط بلح حلو كده ادي واحد اتنين عندنا سم نحل يمين الركبه وشمال الركبه تحت الجلد ثلاثة بدلكها بإيه بزيت أي زيت أربعة لفها بصوف من غير صوف مفيش علاج للمفصل الصوف بيعمل بوزيتيف شارج بتخلي الخلايا اللي بيسموها الكوندروبلاستس والأوستيوبلاست تيجي تبني العظم تاني وتاكل العظم لزيادة في أوستيوبلاست والآن معكم فقرة الخبز الخبز البلدي خبز البر طبعا نسويه فيها الفرن اللي تشوفونها وفي حليله شايفين كيف صلتنا الغاز والامور طيبه نشيل هذا وتحطه طبعا غسلناها احنا كل شيء كلش نظيف 100 بس عليه ظروف هنا شوف لو اعطيت احد يغسل ولا شيء قام كسالك الطبق اللي عليه هذا هو شايفين شكله الحين اوريكم كيف هذا طبعا اخذ هنا من عند برج الحياه مو اعلان لهم ولا شيء لا هذا اخذ منهم تقريبا عندي اكثر من 5 سنين بس للمتابعين اذا لقيت شيء زين انا وشيء حلو هو عيبه في شيء واحد من الصراحه سواء زعلوا برج الحياه عليه ولا رضي هو اقول لكم هو عيبه شيء واحد عيبه السعر شوية سعره تقريبا هذا اخذته كل يوم 900 وشوي اول ما نزل عندهم بس الجودة جودة هي صراحة انا ما تحسفت على مشتراه والله ما تحسفت على مشتراه سيارة هلبر جاء مطبات وجاء بهذلة البهذلة شايفين كيف الحين نحط الخبزات هنا ارشها ما ادري يده هنا الحين اوريكم هالحين هذه يا حبايب قلبي لقطه من الخبز ها هذه قلبتها انا قبل شوي والله خبز تاكل صابعك وراه مع
الزبادي يو هذه طبعا انا خلطت حطيتها في الجيك هذه وش اللي حطيت؟ حطيت دقيق حليب وشوي مويه وسكر وزيت زيتون وملح الاشياء هذه وشويه كركم سواء بالصاجه هذه ولا عندك في البيت صاجه تسوي الخلطه هذه وتخبها بالخلاط ولا ذا وتصبها على صاجه وتعال شوف والله ما عاد تشتري خبز من برا اسكت وخلك من التصوير يلا خشونة الركبة، طب هل المفصل ممكن يرجع يشتغل طبيعي أحسن من الأول؟ آه والله العظيم، أقسم بجلال الله وعزته وجلالته، المفصل يرجع يكون تاني حتى لو المريض عنده 90 سنة. أنا جاني مرضى رجليهم مهوسة وبقالهم 10-12 سنة قاعدين على السرير، لما جم عندنا ادينا الحاجات اللي بعيد تكوين المفاصل. ثلاث حبات تين تقطعها حتت صغيرة تحطها في ربع معلقة إيه؟ زيت زيتون وتسيبها طول الليل والصبحية تاكل التين، مفيش تين، حط بلح. حلو كده؟ ادي واحد اتنين عندنا سم نحلي يمين الركبة وشمال الركبة تحت الجلد تلاتة بدلكها بايه بزيت اي زيت اربعة لفها بصوف من غير صوف مفيش علاج للمفصل الصوف بيعمل بوزيتيف شارجز بتخلي الخلايا